تعرفوا منذ في 2000 إلى أرمل الشهيد الرمز أبو جهاد. أدعو الفصائل الفلسطينية وهي دعوة أخوية صادقة. نحن لا نعلم أحدا، الفصائل الفلسطينية هي عنوان مقاومة وصمود وقتال. حركة فتح التي أشعلت الكفاح المسلح، فصائل منظمة التحرير التي كانت شريكة مع حركة الفتح، وتم تأسيس منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تريد لهذا الجرح أن يندمل على قاعدة أننا كلنا وطنيون وأنها علينا أن لا نكفر أحد ولا نخون أحد. هذه الدعوة الكريمة من الجزائر على الفصائل الفلسطينية أن تضع ميقات ساعاتها على ميقات توقيت القدس، واعتقادي نستطيع أن نردم الهوى وأن نعطي دفعة قوية للشقيقة الجزائر للذهاب إلى القمة العربية بصوت وطني فلسطيني موحد، نستطيع ذلك كلنا بإذن الله. هذه الدعوة الكريمة التي جاءت على لسان فخامة الرئيس عبد المجيد تبون للقاء فصائلي على أرض الجزائر هي دعوة لاقت الترحيب، وكانت حركة حماس من أوائل الفصائل التي رحبت وأشادت وأبدت استعدادها لإنجاح هذه المبادرة ولإعطائها الزخم السياسي المطلوب، سيما كما ذكرنا في هذا الوقت العصيب الذي تتعرض له القضية الفلسطينية والمنطقة العربية عموما لهذا الاختراق الصهيوني الذي لا يخفى خطره عليكم جميعا. السيد الرئيس عبد المجيد تبون الذي خرج ليدعو الفصائل الفلسطينية لنملمة الشمل الفلسطيني من أجل وضع استراتيجية فلسطينية أساسها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها حتى يرحل الاحتلال، يحمل عصاه ويرحل عن أرضنا الفلسطينية. فكل الشكر والتقدير للقائد العربي الكبير الذي خرج وسط هرولة الأنظمة العربية وطعنوا الشعب الفلسطيني وقضيته بخنجر مسموم من أجل تصفية حقوقه الوطنية المشروعة.